نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سيكشن النهاردة يا باشمهندسين هنحل فيه المسائل الخاصة بالشابتر اللي عنوانه Linear Correlation and Prediction. في الشابتر ده المسائل في الشابتر ده عبارة عن ايه؟ ان احنا بنشتغل على مجموعتين من البيانات، مجموعة من البيانات تخص المتغير X ومجموعة تانية من البيانات تخص المتغير واي. البيانات دي بتكون محطوطة على شكل جدول، والجدول ده بيتكون من صفين، الصف الأول بيكون فيه قيم الإكس والصف الثاني فيه قيم الواي. والمطلوب مني بناء على الجدول المعطى ليا في المسألة إني أحدد هل في علاقة بين المتغيرين ولا لأ. وطب لو في علاقة، إيه هي نوع العلاقة دي؟ هل هي طردية دايركت ولا عكسية انفيرس؟ وحدد ايه كمان؟ احدد قوة العلاقة، هل العلاقة قوية سترونج ولا ضعيفة اللي هي ويك، تمام. ومطلوب مني كمان ان امثل العلاقة دي، امثل العلاقة بين المتغير اكس والمتغير واي بموديل رياضي اسمه ايه يا باشمهندسين؟ اسمه لينير ريجريشن موديل. الموديل ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في ان انا بعمل تنبؤ، بعمل بريدكشن، تمام. يبقى انا عندي جزئيتين، بشوف الاول هل في علاقه بين المتغيرات ولا لا، وايه هي نوع وقوه العلاقه. تاني حاجه ان انا بمثل العلاقه بين المتغيرين بعلاقه لينير. نيجي بقى لأول جزئية اللي هو إزاي أعرف نوع واتجاه الكوريليشن. في طريقتين أقدر أحدد بيهم الكوريليشن يا باشمهندسين بين متغيرين. أول طريقة طريقة جرافيكال عن طريق رسم، وتاني طريقة طريقة نيوميريكال بطرق إيه؟ طرق عددية، تمام. طيب نبدأ بأول حاجة اللي هي الطريقة الجرافيكال عشان أحدد نوع العلاقة. انتوا اخدتوا طريقة واحدة يا باشمهندسين جرافيكال اللي هي ايه؟ السكاتر بلوت او السكاتر دياجرام. الاثنين اسم الحاجة واحدة، سكاتر بلوت او السكاتر دياجرام. من الرسم يا باشمهندسين بقدر استنتج الكورليشن او العلاقة بين ايه؟ بين المتغيرين. طب الرسمة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من النقاط، احداثيات اي نقطة فيهم هي ايه بتمثل ايه؟ هي قيمة اكس وقيمة واي المناظرة ليها واللي موجودين عندي ايه في الجدول. نيجي مثلا للمثال ده او للرسمة دي، عندها هو محور اكس ومحور واي، ودي النقاط، شايفين علامة اكس دي؟ دي النقاط اللي موجودة او القراءات الموجودة في الجدول، مثلتها في المستوى ايه؟ في المستوى اكس واي. جيت بصيت على النقاط دي لقيتها متجمعة او متمركزة او موجودة حوالين ايه؟ حوالين خط وهمي. فانا هنا اقدر اقول ان المتغير اكس والمتغير واي بينهم علاقة ايه؟ لينير، في لينير كورليشن بين ايه؟ بين المتغيرين. طب اجي ابص على الخط ده وانا بتحرك على محور اكس، الخط ده طالع، يبقى العلاقة هنا ايه؟ علاقة طردية، علاقة دايركت او علاقة ايه؟ بوزيتيف، تمام. يبقى انا من الرسمة لقيت ان اخدت النقاط اللي في الجدول او القراءات اللي في الجدول وقعتها في المستوى اكس واي، جيت لقيت النقاط دي متمركزة حوالين خط وهمي، فاقول كده ان العلاقة خطية. لقيت الخط ده طالع، يعني ايه طالع؟ يعني كل ما الاكس بتزيد كل ما قيمة الواي بتزيد، فكده معناه ان المتغيرين بينهم علاقة طردية اللي هي دايركت او اسمها ايه؟ بوزيتيف، تمام. كل ده استنتجته من الرسمة. طيب لو جيت اداني جدول وجيت رسمت السكاتر بلوت، جيت وقعت النقاط اللي هي شكل الاكسات دي، جيت وقعت النقاط وجيت لقيت النقاط دي متمركزة حوالين خط وهمي بالشكل ده، فكده يبقى في علاقة ايه؟ في علاقة linear correlation. دي يعني علاقة يا باشمهندسين كده، علاقة ايه؟ خطية، linear correlation. ايه ده؟ وبعد كده اجي ابص وانا بتحرك على محور اكس، الخط نازل، خط نازل، يبقى هنا العلاقة ايه؟ العلاقة عكسية، يعني inverse، يعني negative، يعني ايه؟ كل ما اكس بتزيد هتلاقي الواي ايه؟ الواي بتقل. طيب لو جيت بقى خدت القراءات اللي في الجدول ووقعتها على الرسم، لقيت النقاط متمركزة أو موجودة متواجدة حوالين إيه؟
منحنى مش حوالين خط، اهي في علاقة ما بين المتغيرين، بس علاقة ايه؟ على شكل منحنى، ما هيش خط مستقيم، فاقدر اقول ان في علاقة ايه؟ نون لينير، في علاقة غير خطية بين المتغير x والمتغير y. طيب لو جيت بقى النقاط اللي في الجدول او القراءات اللي في الجدول وقعتها على الرسمة بتاعتي، لقيت النقاط دي كده عشوائية، ماشي، مش متمركزة حوالين حاجة معينة، تمام. النقاط هنا ايه؟ متبعثرة يا باشمهندسين، فاقدر اقول ان مفيش علاقة بين المتغير x والمتغير y. طيب دي الطريقة الجرافيكال اللي بقدر احدد بيها النوع العلاقة. طيب ايه عيب بقى طريقة السكاتر بلوت دي؟ عيبها يا باشمهندسين، انا بقدر احدد هي علاقة طردية ولا علاقة عكسية، هل العلاقة لينير ولا نون لينير ولا ما فيش علاقة اصلا، تمام، بقدر احدد نوع العلاقة. لكن قوة العلاقة هل اقدر احددها بالظبط؟ هل اقول مثلا اقدر اقول قوة العلاقة مثلا بينهم 90% او 80%؟ لا، بجيب حاجة تقريبية. يعني ايه حاجة تقريبية؟ يعني كل ما النقاط تقرب من الخط فاقول العلاقة ايه؟ قوية، تمام. كل ما النقاط الاقيها متباعدة بعيدة عن الخط فاقول العلاقة ايه؟ ضعيفة، بس بشكل تقريبي. يعني اقول لك هي بكام بالظبط تقول لي لا معرفش، ما اقدرش احدد من الرسم قوة العلاقة بالظبط قد ايه. طب انا عاوز بقى احدد بدقة قوة العلاقة، هعمل ايه؟ هلجأ بقى للطرق النيوميريكال. ايه هي الطرق النيوميريكال؟ ان انا احسب حاجة اسمها correlation coefficient، معامل الارتباط، تمام. معامل الارتباط ده يا باشمهندسين قيمته تتراوح ما بين السالب واحد والموجب واحد. طيب انت اخدته في المحاضرة كم نوع من معامل الارتباط؟ نوعين. النوع الاولاني اسمه linear correlation coefficient، او ليه اسم تاني اللي هو person correlation coefficient، برمز له بايه؟ برمز له بالرمز R. طب ده بستخدمه امتى؟ لو الداتا اللي عندي quantitative، يعني القراءات الموجودة في الجدول عددية عبارة عن ارقام، تمام. طب ال R ده بجيب قيمته منين؟ عن طريق التعويض في القانون ده. طب القانون ده فيه ايه؟ فيه ان ومجموعة من السمشنز، الان دي اللي هي ايه؟ عدد القراءات اللي موجودة في الجدول. طب السمشن، سمشن x سمشن y، عاوز ايه كمان؟ سمشن x في ال y، سمشن x تربيع، سمشن y تربيع، كل ده انت عايزه. طب دول هتجيبهم ازاي؟ في طريقة بتاخد وقت، اللي هي انك تعمل ايه؟ تكون جدول بيتكون من مجموعة من الاعمدة، في عمود الاكس تجمع قيم الاكس تجيب السمشن اكس، عمود الواي تحط فيه قيم الواي وتجمعها تحسب السمشن واي، وبعد كده تكون عمود ثالث اللي هو الاكس في الواي، تمسك كل اكس تضربه في الواي المناظره ليها وتجمع الناتج الضرب ده، وتمسك الاكسات تربعها وتجمع تجمع الاكسات تربيع، وعمود خامس اللي هو تمسك كل واي تربعها وتجمع ايه التربيعات دي. دي طريقة، تمام. يبقى تكون جدول فيه خمس أعمدة وتعمل ايه؟ تحسب السمشن دول، تجمع كل عمود القيم اللي فيه قد ايه. الطريقة التانية ان انت تستخدم الآلة الحاسبة، ودي المفضلة لانها السريعة. تختار بقى اللي هو مود وبعد كده ستات، وتختار اللي هو ايه زائد بي في اكس، تمام، وتطلب ان هو يحسب لك ايه السمشن، تمام. ده نوع ايه؟ معامل ارتباط الاولاني، قلنا اسمه ايه؟ يا linear correlation coefficient يا person correlation coefficient، رمزه ايه؟ رمزه R. ينفع ايه؟ للبيانات العددية فقط. طيب النوع التاني من المعامل الارتباط اسمه ايه؟ اسمه rank correlation coefficient او spearman correlation coefficient، برمزه بالرمز ايه؟ بالرمز رو. الرو ده يا باشمهندسين بيساوي ايه؟ واحد ناقص ستة سمشن دي تربيع على ان في ان تربيع ناقص واحد، الان دي اللي هي ايه؟ عدد القراءات الموجودة في الجدول. طب الدي بقى بتمثل لي ايه؟ انا الرو اجيبها ازاي؟ بدلالة الان وبدلالة الدي، لان انا عرفتها خلاص. طب الدي عبارة عن ايه؟ الدي اختصار لرمز difference اللي هو ايه؟ الرانك بتاع الاكس ناقص الرانك بتاع الواي. يبقى انا اشوف الديهات بكام وبعد كده اربع الديهات دي واجمعها. طيب الرانك اكس ناقص رانك واي دول ايه حكايتهم؟ قال لك ايه؟ تروح لقيم الاكس وتروح لقيم الاكس وقيم الواي، ترتبهم هما الاثنين ايه؟ يا تنازلي يا تصاعدي،
مينفعش واحد تنزله وواحد تصعدي، لا ترتبهم هما الاثنين بنفس الترتيب، يا هما الاثنين ترتبهم تنزلي من الكبير للصغير، او ترتبهم تصاعدي من الصغير للكبير، وتدي كل قيمة في عمود الاكس او عمود الواي تديله ايه رانك واحد بس. طب فرضا في قيمة بتتكرر في نفس العمود اكتر من مرة، لو في قيمة عندك بتتكرر في نفس العمود اكتر من مرة، هل ينفع يبقى ليها اكتر من رانك؟ لا، هي لازم يبقى ليها ايه رانك واحد. يبقى كل قيمة موجودة في العمود ليها ايه، ليها رانك واحد. طب انا هعمل ايه لو القيمة ليها اكتر من رانك؟ اخد الرانكات دي اخد لها المتوسط، اجمعها واقسمها ايه على عددها، وده هيوضح ايه بالمثال. يبقى المهم ترتب تنزلي مثلا عمود الاكس، وترتب تنزلي عمود الواي، وتدي كل قيمة رانك، تجيب الرانك اكس تحسب الرانك اكس في عمود، وتحسب الرانك واي في عمود ايه تاني، وبعدين تطرحهم من بعض، تمسك الرانك واي تطرحه من الرانك اكس حسبت ايه الدي، تمسك الديهات اللي انت جبتها تربحها، وبعد كده تجمع ايه التربيعات دي، جبت كده الصمشن معذرة ان النت قطع. قانون الرو ده يا باشمهندسين بتجيبوه امتى؟ لو البيانات او القراءات اللي موجودة في الجدول عددية ارقام quantitative او qualitative، عبارة عن وصف او رنكات، لو البيانات اللي عندي عبارة عن ارقام يا باشمهندسين، او عبارة عن كلام descriptive وصفي، زي مثلا تقديرات الطلاب، مستوى الذكاء، مستوى جودة منتج معين، أو رانكات، كل ده ينفع استخدم ساعتها قانون إيه؟ قانون الرو. طيب نيجي بقى نتفق إزاي نحسب معامل الارتباط في أي مسألة يطلبها مني. بصوا بقى، لو المسألة اللي عندك القراءات اللي موجودة في الجدول أو الداتا اللي موجودة في الجدول اللي هو مديهولي عبارة عن كلام، يبقى على وطلب منك تحسب معامل الارتباط correlation coefficient، يبقى مفيش حل قدامك غير انك تستخدم قانون ايه؟ قانون الرو. تمام، مينفعش تستخدم قانون الار. تمام، لو البيانات اللي عندك عبارة عن رانكات ترتيب، زي مثلا الطالب اللي جايب طلع الاول على الدفعة، التاني على الدفعة، وهكذا، في طيب لو الداتا اللي عندك في الجدول يا باشمهندسين عبارة عن قيم عددية زي أوزان، أطوال، درجات طلاب، لو بيانات عددية، في عندك كذا احتمال. لو طلب منك linear correlation coefficient أو person correlation coefficient، يبقى أنت مطلوب تستخدم قانون إيه؟ الآر. لو طلب منك spearman correlation coefficient او rank correlation coefficient، يبقى هو طالب منك تحسب ايه؟ تحسب الرو. طيب ايه الاحتمال التالت؟ ان هو يديك جدول فيه بيانات عددية في ارقام، وقال لك ايه؟ احسب correlation coefficient وسكت، احسب معامل الارتباط وسكت. ساعتها بقى هتستخدم قانون الار ولا قانون الرو؟ ينفع تستخدم الاتنين، يعني البيانات العددية ينفع تستخدم الار وينفع تستخدم الرو. لو في المسألة البيانات عندك في الجدول عبارة عن ارقام ومحدد لكش انه معامل ارتباط هتجيبه، هتستخدم انه قانون؟ هتجيب انه معامل ارتباط اللي هو الار، اللي هو linear correlation coefficient. ماشي، طيب الار ده قلنا قيمته تتراوح ما بين ايه؟ ما بين السالب واحد والموجب واحد، وقلنا فايدته ايه؟ فايدته ان احنا بنحسب ايه؟ قوة واتجاه العلاقة، قوة العلاقة يعني السترينس، اتجاه دايركشن، اتجاه العلاقة اللي هو الدايركشن بتاع العلاقة. طيب بنحسب ازاي؟ بنروح نحسب، بنعوض في القانون ونشوف الار بكام. الار دي يا باشمهندسين بيبقى ليها ايه؟ اشارة، ويبقى ليها فاليو. الاشارة بتحدد لي قوة اتجاه العلاقة،
والفاليو بتحدد لي قوة ايه؟ قوة العلاقة. لو لو حسبتها وطلعت اشارتها موجبة يبقى انا اكيد العلاقة ايه؟ طردية، اللي هي بوزيتيف. لو الاشارة سالبة معناه ان العلاقة ايه؟ عكسية، يعني كل ما اكس بتزيد كل ما واي ايه؟ بتقل. يبقى الاشارة بتحدد لي اتجاه العلاقة اذا كان ايه؟ طردي ولا عكسي. طيب الفاليو نفسها بغض النظر عن الإشارة بتحدد لي إيه؟ بتحدد لي قوة العلاقة. طيب نيجي بقى نشوف القيم المختلفة للآر. والله الآر ممكن تكون قيمتها بإيه؟ بصفر. ممكن تحسب الآر تلاقيها بصفر. الصفر ده معناه إيه؟ إن مفيش علاقة خطية ما بين المتغير إكس والمتغير واي. طيب هل معنى كده إن مفيش أي علاقة خالص؟ لأ، ممكن يبقى في ايه؟ في علاقة، ولكن علاقة ايه؟ غير خطية. يبقى احتمال واحتمال. يبقى لما اقول لك ار بتساوي صفر ده معناه ان اكيد مفيش علاقة خطية تربط لي بين المتغيرين، ولكن ايه؟ لكن ممكن يبقى في علاقة غير خطية وممكن ما يكونش في اي علاقة اصلا بين المتغيرين. طيب لو الار بقى بتساوي واحد، سواء كان سالب واحد او موجب واحد، احنا قلنا مهتمين بالقيمة بغض النظر عن الاشارة. لو لقيت ان الار بتساوي واحد يا باشمهندسين معناها ان العلاقه يعني بيرفكت. العلاقه ايه؟ بيرفكت. ماشي. لو الار بتساوي موجب واحد العلاقه بيرفكت، في علاقه بيرفكت بين المتغيرين. بص بقى لو رسمت السكاتر دايجرام في الحاله دي هتلاقي جميع النقاط متواجده على خط وهمي، والخط ده ايه؟ طالع بالشكل ده. ماشي. يبقى لما تلاقي العلاقة بيرفكت لو رسمت السكاتر دايجرام هتلاقي ان النقاط منطبقة على الخط، والخط ده لو مقرب بموجب اشارتها موجبة فاكيد الخط ده طالع عشان يقول ان العلاقة ايه؟ طردية. طب لو الار سالب واحد هتلاقي برضو نفس الكلام، ان النقاط كلها جميع النقاط اللي في الجدول موجودة على خط واحد، ولكن الخط ده ايه؟ نازل لتحت، عشان كده ايه؟ العلاقة هنا ايه؟ عكسية، ولكنها ايه؟ بيرفكت. طيب لو الار بقى في النص بالظبط، يعني ار بتساوي نص، معناها ان العلاقة ايه؟ قوة العلاقة ايه؟ ميديم، وسط. ماشي. سواء كانت موجب نص او سالب نص. طب لو اكبر من النص، اكبر من النص واقل من الواحد، تبقى العلاقة ايه؟ سترونج، علاقة قوية. طيب لو اكبر من الصفر واقل من النص يبقى العلاقه ايه؟ ضعيفه، ويك. تمام يا باشمهندسين. طيب قلنا الجزئيه الثانيه في الشابتر عندنا ان احنا بنكون ايه؟ موديل رياضي اسمه لينير ريجريشن موديل او لينير بريدكشن موديل. بنكون ايه يا باشمهندسين؟ علاقه خطيه تقريبية، تقريبيا يعني بتربط بين المتغيرين ايه؟ اكس وواي. يبقى بنكون علاقة خطية تربط لك تقريبيا تربط لك بين ايه؟ بين قيم المتغير اكس وقيم المتغير واي. طب العلاقة دي قلنا علاقة خطية، يعني خط مستقيم، خط مستقيم معادلته ايه؟ واي بتساوي a زائد b في الاكس. الاكس والواي دي المتغيرات بتاعتي. طب الـ A والـ B؟ لا دول مجاهيل، بحسبهم منين؟ أهو بحسب أول حاجة الـ B عن طريق التعويض في القانون ده، والقانون ده محتاج إيه فيه؟ محتاج الـ N اللي هو عدد النقاط اللي موجودة في الجدول، ومحتاج summation X summation Y summation X في Y summation إيه؟ X تربيع. طب دول بجيبهم منين؟ بجيبهم بالآلة الحاسبة. بدخل قيم الموجودة في الجدول دي، بدخلها على الآلة الحاسبة، وأطلب من الآلة الحاسبة إنها تحسب لي إيه؟ السمشنز دي كلها. طيب بعد ما جبت البي هستخدم قيمة البي عشان أحسب قيمة الاي، اللي هي summation y على n ناقص البي في summation x على ايه؟ على الان، وكل دول بقى عندي. تمام. يبقى أنا بحسب البي الأول لأن أنا بستخدمه عشان أحسب قيمة الاي. طيب ايه فايدته ان انا العلاقة التقريبية بين المتغيرين؟ بقدر استخدمها في ان انا احسب قيمة تقريبية، احسب ايه؟ قيمة تقريبية للواي عند نقطة اكس ما هيش موجودة ايه؟ ما هيش موجودة في الجدول. بعمل بريدكشن او بعمل استيميشن. تمام. نيجي بقى لاول مثال. مديك ايه؟ مديك جدول في الصفين اهو، قيم الاكس وقيم الواي.
طب انا عندي كام قراءة في الجدول او كام نقطة في الجدول؟ 6 اهو. عد 1 2 3 4 5 6. يعني ال n سمول بكام؟ ال n سمول بتساوي 6. طب اول مطلوب ايه؟ ارسم السكاتر دايجرام. طيب تاني مطلوب بناء على الرسمة اللي انت رسمتها جس، خمن او توقع، هل الار دي كلوزر تو، هل الار قيمتها قريبة من الموجب واحد ولا السالب واحد ولا ايه ولا الصفر؟ يبقى انت بترسم بتوقع القراءات دي على الرسمة، ومن شكل النقاط تحدد هل الار، هل العلاقة قوة العلاقة موجب واحد ولا سالب واحد ولا ايه ولا الصفر. طيب دي جس خمن تقريبيا الار دي كلوزر تو قريبة من كذا ولا لا. طيب كمبيوت ار، احسب بقى بدقة قيمة ايه؟ قيمة الار. هنا بقى احسب القيمة الدقيقة، القيمة الاكزاكت الايه للار. طبعا هنستخدم قانون اللي هو ايه، linear correlation coefficient. هو طالب منك الار مش الرو. طيب وبعدين find the linear prediction equation، يعني كون linear regression model اللي هو الخط اللي هو y بتساوي a زائد b في x. وبعدين ايه، predict تنبأ بقيمة الواي المناظرة لإكس، هنا المفروض إكس بأربعة ونص يا باشمهندسين من المعادلة دي، تنبأ بقيمة الواي عند الإكس بتساوي أربعة ونص باستخدام المعادلة اللي أنت هتكونها. طيب كتبنا الجدول من تاني. أول مطلوب إيه؟ ارسم السكاتر دايجرام. ارسم السكاتر دايجرام ببساطة، خد النقاط القراءات دي وقعها على إيه؟ على المستوى إكس فور. طب أجي أبص انا قيم الاكس والواي كلها قيم ايه؟ قيم موجبه. يبقى انا شغال في انه ربع في المستوى اكس واي؟ شغال في الربع الاولاني. تمام، يبقى خلي بالي من الحته دي، انا هرسم في انه ربع؟ لا ده كلهم قيم موجبه، يبقى انا هشتغل بس في الربع الاول. طيب هظبط المحاور، محور اكس فيه ايه؟ قيم اكس، ومحور واي بيمثل لي قيم واي. طب اجي اظبط التدريجات، ايه افضل تدريج لمحور اكس؟ ان انا امشي فيه وحايد تمام بالشكل ده، ان انا محور اكس والله قيم اكس اهي من اول واحد لحد ست، فافضل تدريج ان انا اتحرك ايه، يعني التدريج بتاعي يبقى بواحد. تمام، 1 2 3 4 5 6. طب قيم واي ده اصغر قيمة 2 واكبر قيمة 6، يبقى برضو يفضل ان انا امشي بنفس التدريج. الفرق ايه؟ اشتغل وحايد كده 1 2 لحد 6. ظبطت المحاور وانا عارف ان انا شغال في الربع الايه الاولاني. اوقع النقاط. القراءه الاولانيه اللي في الجدول عباره عن ايه؟ اكس بواحد واي بست، يعني النقطه واحد وايه وست. اتحرك على محور اكس مسافه مقدارها واحد في الاتجاه الموجب، واطلع على محور واي مسافه مقدارها ايه 6، اوقع النقطه بتاعتي. طب القراءه الثانيه موجب 2 وموجب 4، يبقى انا هجيبها ازاي 2 و4؟ هتحرك في الاتجاه الموجب على محور اكس مسافه مقدارها 2، واتحرك على محور واي في الاتجاه الموجب مسافه مقدارها 4، واوقع النقطه دي. طيب القراءه الثالثه 3 و3 اهي، اتحرك مسافه مقدارها 3 هنا، واطلع مسافه مقدارها 3، واوقع ايه النقطه. النقطه 4 و5 اهي اهي يا باشمهندس، القراءه اللي هي 5 و4 اهي، القراءة اللي هي 6 و2 اهي. لو وقعت الست نقاط دول كده انت رسمت السكاتر بلوت. طبعا المفروض تحت تكتب ايه؟ تكتب سكاتر بلوت او سكاتر دايجرام. يبقى النقاط بس لو وقعتها كده انت رسمت ايه؟ السكاتر دايجرام. امال انا رسمت الخط ده ليه؟ عشان هو طالب مني يقول لي خمن كده الار تقريبا بكام. مش الار بعرف من خلالها هي العلاقة خطية ولا لا، فانا بحاول ايه اعمل على الرسمه يا باشمهندسين خط وهمي كده ما بين النقاط دي، اشوف النقاط دي متمركزه حوالين خط ولا لا. فجيت عملت خط، اه لا في خط فعلا ايه النقاط متمركزه ايه حوالين الخط ده. حاولت كده ارسم خط متمركز حوالين نقاط، اه لقيت في خط ايه ينفع ارسمه يتوسط النقاط دي. فكده انا عرفت ان في ايه علاقه خطيه بين المتغير X والمتغير إيه Y، في linear correlation. طيب قوة بقى الارتباط الخطي تقريبا بكام؟ هو قال لي شوف كده، هل هي قريب الR قريبة من الصفر ولا قريبة من الواحد ولا قيمتها قريبة من السالب واحد؟ طيب بناء على الرسمة دي يا باشمهندسين
مش في خط اهو، يبقى في الار ليها قيمة، اكيد الار لا تساوي ايه الصفر، طالما في علاقة خطية يبقى اكيد الار لا تساوي الصفر، الار ليها قيمة معينة. بس انا لقيت الخط نازل، يعني في علاقة عكسية، كل ما الاكس بتزيد كل ما واي بتقل، يبقى الار هنا علاقة عكسية، يبقى الار قيمتها قريبة منين؟ من السالب واحد. تمام، طالما في علاقة عكسية الخط نازل يبقى الار قريبة من ايه؟ من السالب واحد. طب كم بالظبط؟ لا ما اقدرش احدد ايه من الرسمة، فهو طلب مني ان استخدم الطريقة النيوميريكال عشان احسب قيمة الار. طب عشان احسب قيمة الار القانون بتاعي محتاج ايه؟ اعرف الان بكام، الان اللي هي عدد القراءات اللي في الجدول بستة، وطالب مني ان انا احسب مجموعة من السمشنز. طب هحسبها ازاي؟ افتح الآلة الحاسبة بتاعتي واختار ادوس على زرار المود، وبعد كده اختار الاوبشن ستات، وبعد كده اختار الاوبشن A زائد B X، وبعد كده ادخل قيم X وقيم Y بالترتيب، يعني قيم X زي ما هي مكتوبة كده في الجدول ادخلها الحزب، قيم Y زي ما هي مكتوبة في الجدول ادخلها بالترتيب في الايه في الحزب، اكتب 6 4 3 5 وهكذا، وبعدين اطلب ان هو ايه يحسب السمشن. طبعا لان عندي والسمشنز جبتها بالاله الحاسبه، اجي احسب الار الاقيها ايه سالب 68%، فعلا قيمه الار قريبه من ايه؟ قريبه من السالب واحد. طيب بناء على قيمه الار حدد لي بقى قوه ونوع العلاقه. نوع العلاقه طردي والعكس الاشاره سالبه، يبقى العلاقه ايه؟ العلاقه عكسيه. تمام، انفرس او نيجاتيف. طيب قيمة أكبر من النص وأقل من الواحد، تبقى قوة العلاقة إيه يا باشمهندسين؟ strong، علاقة إيه قوية، strong negative أو strong inverse linear correlation. ده كده مطلوب إيه التالت. المطلوب الرابع إن أنا أعمل prediction، أكون ال linear regression model اللي هو إيه، اللي هو y بتساوي a زائد b في x، فيها مجهولين a و b، هجيب مين الأول؟ هجيب ال b أهي، بس محتاج السمشنز وانا كنت جايباهم في الار. تمام، لو تفتكروا، ولان عندي انا عارف انها في 6، اعوض يطلع لي البي بكام؟ بسالب تقريبا سالب 5 من 10. حاول الرقم اللي يطلع لك في الاله الحاسبه تكتبه زي ما هو. تمام، ولو ينفع تكتبه على الصوره الكسريه، يعني بسط مقام، يفضل انك تخليها على الصوره الكسريه. طب حسبت البي بسالب نص، هل الكلام ده منطقي؟ هل طبيعي ان البي في المثال ده يطلع بإشارة سالبه؟ ايوه، بص كده على قانون الخط المستقيم، الواي معاملها بكام؟ بواحد، يبقى الرقم اللي مضروب في الاكس ده هو ايه؟ ميل الخط، يبقى البي ده هو السلوب، هو ميل الخط. طب انا الخط نازل، لو تفتكروا وانا برسم الخط ده ايه، الخط ده نازل، يعني ميله اكيد ايه، ميله اشارته سالبه. تمام، فوانا بحل برضو ايه بتاكد ان انا استخدمت الاله الحاسبه صح. طيب بعد ما جبت البي اعوض في قانون الاي اهو، كل ده عندي يطلع لي 5.799. طب الاي ده لو تفتكروا بيمثل لي ايه، كنت واخدينه في اعدادي هندسه، بيمثل لي ايه باشمهندسين؟ الجزء المقطوع من محور ايه واي، يعني الخط ده بيقطع محور واي عند انهي نقطه؟ عند النقطه تقريبا 5.8. جبت الاي والبي اعوض في قانون الريجريشن اهو، وبعد كده اعمل بريدكشن بقى، لما الاكس ب 4.5 اشيل الاكس واحط مكانها 4.5، هيطلع لي الواي بكام؟ هيطلع لي 3.466. تمام، دي طبعا قيمه تقريبيه، المفروض الواي اقول تقريبا بتساوي 3.466. ليه؟ لان المعادله دي ايه، علاقه تقريبيه بين المتغير اكس ومتغير واي، ما هيش العلاقه الاكزاكت. تمام، طيب فرضا يا باشمهندسين لو قال لي بريدكت قيمه الواي عند اكس بتساوي 4، بريدكت قيمه الواي عند اكس بتساوي 4، فلو جيت عوضت هنا هتلاقي فعلا الواي تقريبا هتطلع قيمه قريبه من ايه، قريبه من 5، لازم هيبقى فيه ايه، يعني ممكن احتمال ان يبقى فيه مقدار من الخطأ. ليه؟ لان مش كل النقاط دي بتمر ايه بالخط ده، فممكن تطلع قيمة هي هياها اللي موجودة في الجدول أو قيمة قريبة منها. جربوا كده، شيلوا الإكس وحط مكانها 4 واحسبوا قيمة الواي بكام، هتلاقيها قيمة قريبة من إيه؟ قريبة من 5. دي أول مسألة شاملة حاجات كتير، شاملة إيه؟ طريقة جرافيكال، طريقة نيوميريكال، إزاي أنا أحسب الآر وإزاي أعمل إيه؟ بريدكشن.
طيب المثال ده هيوضح لنا الجزئية اللي كانت باقية لنا ازاي احسب الرو. بيقول لك الجدول ده بيعبر لي عن ايه؟ ويتس اوزان sample of 12 fathers and their oldest adult sons. يعني بيقول لك ايه؟ عندك 12 اب و12 ابن، ماشي، ابنائهم يعني 12 اب وايه وابنائهم، واخد ايه اوزان الاباء والابناء، وعاوز يشوف هل في علاقه ما بينهم ولا لا. تمام، هل في علاقه تربط بين وزن الاب ووزن الابن ولا لا. فقال لك مثلا يعني راح للاب الاولاني لقى وزنه 65 كيلو جرام ووزن الابن 68، راح للاب الثاني لقى وزنه 63 وقاس وزن ابنه لقى ايه 66. نفس الكلام لايه ل 12 اب وال 12 ابن. طيب البيانات اللي هنا ايه؟ عدديه. بيانات هنا عدديه، ارقام بيمثل لي اوزان. فانا ممكن اعمل ايه يا باشمهندسين؟ ممكن عشان احسب العلاقه، قوه العلاقه بين المتغيرين، ممكن ايه؟ ممكن استخدم قانون الار وممكن استخدم قانون الرو. طب هو هنا طالب مني ايه؟ طالب مني اجيب الرو، يبقى انا لازم اجيب الرو. طب الرو ده بجيبه ازاي؟ بيعتمد على قيمه الان وقيمه السمشن دي تربيع. فانا ايه خطوات الحل يا باشمهندسين؟ اول خطوه عشان احسب الرو هي ايه؟ ان انا اكون جدول جديد. الجدول ده جدول رأسي، تمام، اول عمودين فيه ايه؟ هما ايه؟ قيم الاكس وقيم الواي. اهو قيم الاكس اللي هي اوزان الاباء اكتبها زي ما هي موجوده، وقيم واي اللي هي اوزان الابناء. طيب دي اول خطوه، اكون العمودين دول قيم الاكس وقيم الواي بشكل ايه؟ رأسي. طيب تاني حاجه، تاني خطوه ان انا امسك القلم الرصاص كده وبخط خفيف خالص بدي رنكات للقيم دي، ارتب قيم اكس وقيم واي ايه هما الاثنين تنازلي يا هما الاثنين ايه تصاعدي، ايه اللي يريحك. طيب نبدا مثلا هنختار ان احنا هنرتب تنازلي يعني من الكبير للصغير. هشتغل ايه؟ هشتغل عمود عمود، ماشي، اروح للعمود بتاع الاكس. نركز بقى مع بعض، فين اكبر قيمه، فين اكبر وزن عندك؟ هو 71، فادي له الرنك ايه؟ واحد، بخط خفيف الرنك واحد. طيب فيها 71 تاني؟ لا. طب ايه؟ لا اروح بقى الاصغر منه، انا شغلت تنازلي، ايه الاصغر من 71؟ 70، اهو ادي له الرنك 2. في 70 تانية؟ لا. طب اروح للاصغر منها اللي بعد 70، اصغر من 70 69، فين 69؟ اهي اديها الرنك 3. ايه اللي اصغر من 69؟ 68، موجوده؟ اه موجوده، اديها الرنك ايه؟ 4. ممكن يبقى في قيمه واقعه، مش مشكله، تمام، 68 موجودة اديها الرانك 4. اجي اكمل، ده في 68 واحدة كمان، يبقى اديها الرانك ايه؟ 5. خدت بالك؟ يبقى 68 دي اديتها كام رانك؟ رانكين، رانك 4 ورانك 5. هل ينفع قيمة واحدة في نفس العمود تاخد اكتر من رانك؟ لا. طب انا هديها رانك ايه؟ هديها 4 ولا 5؟ قال لك اديها المتوسط، المتوسط اللي هو ايه؟ مجموعهم على عددهم، يعني 4 زائد 5 بتسعة مقسومة على اتنين تديك ايه؟ 4.5، تمام؟ طب نكمل، الأصغر من 68؟ 67، أديها الرنك ايه؟ أديها الرنك 6، أنا كنت واقف لحد الخمسة أهو، الرنك اللي بعدها 6، ده في 67 كمان، أديها الرنك 7. طيب ال 67 ايه الأصغر منها؟ 66، أدور على 66 أهي، الرنك 8. ال 66 ايه الأصغر منها؟ 65، أديها الرنك 9. في 65 تانية؟ لا. ايه الأصغر من 65؟ 64، اديها الرانك 10. طيب ايه اللي أصغر من 64؟ 63، اديها الرانك 11. ايه الأصغر من 63؟ 62، اديها الرانك ايه؟ 12. لازم اخر رانك دي هو قد ايه؟ بيساوي الان، مش انا الان عندي 12 اللي هو عندي 12 اب و12 اب، فلازم اخر رانك في كل عمود يكون ايه؟ 12. طيب انا عملت الاكس، اروح للواي ارتبه برضو هو كمان تنازلي، مين الكبير؟ فين اكبر وزن؟ 71، ادي له الرنك ايه؟ الرنك 1. في 71 كمان؟ لا. اروح للاصغر منه اللي هو 70، ادي له الرنك ايه؟ 2. طيب ايه اللي اصغر من 70؟ 69، موجود 69؟ اه، ادي له الرنك ايه؟ 3. طب ايه اللي اصغر من 69؟ 68، ادي له الرنك 4. في 68 تانية؟ اه، ادي له الرنك 5. ده في 68 كمان، ادي له الرنك 6. في
في 68 كمان اديله الرانك 7، يبقى هنا ال 68 اديتها كام رانك؟ 4 5 6 7، ما ينفعش، لازم اديله رانك 1. فهعمل ايه؟ هجمع الاربع رانكات دي واقسمهم على 4، يعني اقول 4 زائد 5 زائد 6 زائد 7، شوف مجموعهم بكام واقسمهم على ايه؟ على 4. خلصت ال 68، اروح للاصغر منها اللي هو ال 67. فين ال 67؟ اهي اديها الرانك 8. وبعدين الاصغر من 68 66 اديها الرانك 9. في 66 تاني اديها الرانك 10 اهي. وبعد كده ايه الاصغر من 66؟ 65 اديها الرانك 11. وال 65 دي برضو اديها الرانك ايه؟ 12. خلاص ده بخط ايه خفيف، دوائر كده صغيره بقلم الرصاص. طيب وبعدين اكون بقى عمودين تانيين اسمهم ايه؟ رانك اكس ورانك واي. اهو اشتغل ازاي بقى من فوق. الخمسة وستين دي واخدة كام رانك؟ ده واخدة رانك واحد اللي هو 9، اكتبه زي ما هو هنا. يبقى الرانك اكس في رانكات العناصر او القيم الموجودة في الاكس. طب التلاتة وستين ليها كام رانك؟ هو رانك واحد اللي هو 11، اكتبه. السبعة وستين ليها كام رانك؟ ليها رانكين، رانك 6 اهو ورانك 7. يبقى المتوسط بتاعهم اكيد ايه؟ 6.5، ده هو 6 زائد 7 مقسوم على 2. طب 64 رانكها 10، اكتبه. 68 رانكها 4 ورانكها 5، اهو خدتوا بالكم؟ 4 و5 9، 9 على 2 4.5. يبقى اكتب هنا 4.5 واكتب هنا 4.5 ونكتبها. الاتنين وستين رانكها 12، السبعين رانكها 2، الستة وستين رانكها 8، ده كنا عاملينه وده كنا عاملينه. 69 رانكها 3، 71 رانكها 1. كده رتبنا ايه؟ الاكس. شفنا رتب الاكس. طب نروح لرتب الواي، رانك الواي. 68 واخدة كام قيمة؟ واخدة 4 5 6 7، 4 رتب. هجمعهم واقسم على 4، قلنا هتطلع بكام؟ 5.5. اكتب هنا 5.5 وهنا 5.5 وهنا وهنا، ماشي. طب ال 66 ليها رانكين 9 ورانك 10، اخد متوسطهم 9 زائد 10 19. 19 على 2 بكام؟ ب 9.5. اكتب هنا 9.5 واكتب هنا 9.5. 68 كنا حاسبينها 5.5. 65 ليها رانك 11 وليها رانك 12، يبقى هاخد متوسطه 11 زائد 12 على الاتنين يديني ايه؟ 11.5. وانا اكمل بنفس الايه؟ بنفس الطريقة. طيب دي الخطوة التالتة. طب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ احسب الديفرنس، احسب الدي، رانك الاكس ناقص رانك الواي. همسك العمود ده اطرح منه ايه؟ عمود الواي، رانك الواي. اهو 9 ناقص 5.5 3.5، 11 ناقص 9.5 ب1.5. هنا مثلا 10 ناقص 11.5 ب-1.5. يبقى الديفرنس ده ممكن يبقى فيه قيم ايه؟ قيم موجبة وقيم سالبة، وممكن يبقى بصفر، ماشي. بعد ما حسبت عمود الدي اربع بقى الديهات دي، فكون عمود تاني اسمه ايه؟ الدي تربيع. امسك كل دهاية اربعها، دايما الدي ده دي تربيع هيكون قيمته ايه؟ موجبة، لان انا بربع. بعد ما ربعت اجمع بقى التربيعات دي كلها، اجي اجمعها عليها 72 ايه؟ ونص. طب والان عندي كام؟ ب12. خلاص سميشن الدي عندي، دي تربيع عندي، والان عندي حسبت الرو يطلع لي ايه؟ ب.7465، ماشي يا باشمهندسين. طيب المثال ده مثال بقى ايه؟ لفظي، مساله لفظيه. بيقول لك ايه حكايتها؟ بيقول لك عندك 100 جرام من الميه، ماشي، وعندك مركب كيميائي، كيميكال. عندك مركب ايه؟ عندك مركب كيميائي، كيميكال ايه؟ كومباوند. التجربة بتاعتك عبارة عن ايه؟ ان في باحث بيسخن المية، المية جرام المية دول عند درجات حرارة مختلفة، ويروح ماسك المركب الكيميائي ده حطه في المية ويحسب كمية ايه؟ كمية المادة الكيميائية المذابة عند درجة الحرارة دي، يبقى مية.
بيسخنها عند درجات حرارة مختلفة، وعند كل درجة حرارة إيه بيمسك المركب يحطه في المية ويحسب كمية المادة الإيه المذابة. فقال لك إيه درجة الحرارة، درجة حرارة المية برمز لها بالرمز إكس متغير إكس، وكمية المادة المذابة اللي هي دي السولفت كمية المادة المذابة برمز لها بالرمز إيه واي. طب عمل التجربة كم مرة؟ لو عديت هتلاقيها عملها 12 مرة، عمل تجربة ايه 12 مرة عند 12 درجة حرارة مختلفة. مثلا لما درجة حرارة المية كانت صفر، ولقى ان كمية المادة المذابة قد ايه 6، لما مية سخنها عند درجة حرارة 15 لقى ان كمية المادة المذابة مادة كيميائية مذابة قد ايه 10، وهكذا. مثلا عند درجة حرارة 48 لقى ان كمية المادة المذابة 44. تمام، خلص التجربة بتاعته وقفل المعمل وروح البيت، وبعد كده اتفاجئ ان هو عاوز يحسب ايه كمية المادة المذابة كيميكال ذات ويل ديسولف، كمية المادة المذابة لو سخن ال 100 جرام مية دول عند درجة حرارة ايه 50. هل بقى يروح يرجع تاني المعمل ويفتحه ويسخن المية عند درجة حرارة 50 ويشوف كمية المادة المذابة قد ايه؟ قالك لأ، قالك اسهل له ان هو يعمل استيميشن تقدير، ان هو يعمل ايه يكون اللينير بريدكشن موديل، الموديل الرياضي اللي يربط لي تقريبيا بين اكس وواي، ويستخدمه عشان يحسب ايه قيمة تقريبية لكمية المادة المذابة. تمام، طيب نعملها ازاي؟ قلنا معادلة الخط المستقيم ايه واي بتساوي a زائد بي اكس، ده المعادلة اللي بتربط تقريبيا بين المتغيرين. طيب انا محتاج احسب البي ومحتاج احسب الاي، هبدا بمين فيهم؟ هبدا بالبي. طب البي عشان اجيبه بحتاج ايه؟ محتاج الان اللي هي ب12 ومحتاج السمشنز دي، بجيبهم منين؟ بجيبهم الاله الحاسبه، ادخل قيم الاكس زي ما هي بنفس ترتيبها، وادخل قيم واي زي ما هي بنفس ترتيبها، واحسب ايه السمشنز. اجي احسب البي الاقيها ايه 6/10. البي اشارتها موجبه، معناه الخط ده طالع ولا نازل؟ الخط طالع، ماشي. الميل موجب يبقى الخط طالع، يبقى العلاقة أكيد إيه طردية، يعني كل ما درجة الحرارة زادت كل ما كمية المادة المذابة إيه زادت. تمام، بعد ما حسبت البي أروح أحسب المجهول التاني اللي هو الإيه، أهو بالقانون ده هيطلع لي 5.32، يبقى الخط معادلته العلاقة التقريبية الخطية تربط لي بين إكس وواي أهي. طب انا عاوز استخدمها بقى عشان احسب قيمة تقريبية للواي لما درجة الحرارة 50، اشيل اكس احط مكانها 50، يطلع لي كمية المادة المذابة قد ايه 37.9 تقريبا. خلاص امثلة كلها ايه تعويض مباشر. اخر حاجة بقى ناخد الجدول بتاعي فيه في كمية حاجات وصفية ديسكريبتيف، ماشي. الجدول ده فيه ايه؟ في عندك 8 طلاب، والجدول ده فيه تقديرات 8 طلاب في مادتين، مادة الإحصاء ومادة الرياضة. طبعا انتوا عارفين الرموز، انا غيرت التقديرات يا باشمهندسين عشان تبقى مختلفة عن اللي خدتها في المحاضرة. هو قال لك ايه مثلا الطالب الاولاني جاب جيد جدا في الإحصاء وجاب امتياز في الايه في الرياضة، مثلا الطالب ده مثلا جايب جيد جدا في الإحصاء وجايب جيد ايه في الرياضة، فعاوز يعرف هل في كورليشن، هل في ارتباط بين درجات تقديرات الطلاب في الإحصاء وتقديرات الطلاب في الرياضة. هو ده اللي عاوز يعرفه، يعني بقى عاوز احسب الكورليشن. هل هنا ينفع استخدم السكاتر بلوت؟ لا، لان البيانات عندي وصفية، السكاتر بلوت لا يستخدم الا لو كانت البيانات ايه عددية. تمام، طيب انما بيانات وصفية او رانكات ترتيبات كده ده ما ينفعش. طيب هنعمل ايه بقى؟ لازم نلجأ للترون نيوميركال. ايه معامل الارتباط اللي ينفع استخدمه في المثال ده يا باشمهندسين؟ لو البيانات عندي وصفية ان انا اجيب الرو، ان انا استخدم الرو طالما انا كواليتيتيف داتا، مفيش حل قدامي غير ان انا استخدم رانك كورليشن او سبيرمان كورليشن كوفيشن. تمام، حتى لو ما قاليش. طيب نفس الكلام كده نراجع سوا، قلنا ايه خطوات ايجاد الرو؟ اول حاجه نكون جدول راسي او العمودين فيه هو قيم الاكس وقيم الواي، وبعدين ارتب بقى
رتبهم بخط خفيف خالص، يا هما الاتنين تنازلي يا هما الاتنين تصاعدي. مثلا اشتغل على عمود الاكس الاول، فين اكبر تقدير اللي هو الامتياز؟ ياخد الترتيب ايه؟ واحد. في امتياز تاني؟ لا، في العمود ده لا. طب ايه اللي اقل من تقدير امتياز؟ جيد جدا، يبقى ياخد الترتيب اتنين. طب ده في جيد جدا كمان، ياخد ترتيب تلاتة. في جيد جدا كمان، ياخد الترتيب اربعة. في جيد جدا كمان، ياخد الترتيب خمسة. طيب ايه اللي اقل من جيد جدا؟ الجيد، ياخد ترتيب الرانك ستة. في جيد تاني؟ لا. طب ايه اللي اقل من الجيد؟ باس، اللي هو مقبول، ياخد تقدير سبعة. ايه وبعدين الويك اللي هو ضعيف، ياخد الترتيب ايه؟ تمانية. قلنا اخر رانك عندك هو ايه؟ بيساوي الان اللي في المثال ده، اللي هي تمانية. رتبت عمود الاكس بنفس الطريقة، رتب عمود الواي. فين اعلى تقدير؟ اهو الامتياز، واحد اتنين تلاتة. بعدين ايه اللي اقل من الامتياز؟ الجيد جدا، ياخد اربعة. ايه اللي اقل من جيد جدا؟ الجيد، اللي هو ياخد خمسة. وفي جيد تاني اهو، ياخد ست. ايه اللي اقل من الجيد؟ باس، مقبول، اللي هو ياخد سبعة. وبعد كده الضعيف ياخد الرانك تمانية. قلنا اخر رانك بيساوي الان. كده انا رتبت كل 8 طلاب اللي عندي في الاكس وفي الواي. وبعد كده اكون ايه؟ عمودين اللي هما رانك اكس ورانك واي. اجي بص، بص كده الجيد جدا واخد رتب ايه؟ اتنين وتلاتة واربعة وخمسة، اربع رتب. ما ينفعش، لازم اديله رتبة واحدة، فاجمع الرتب دي واقسمها على اربعة، يعني اتنين زائد تلاتة زائد اربعة زائد خمسة مقسوم على اربعة يديك ايه؟ تلاتة ونص. اكتب تلاتة ونص هنا وهنا 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 اهو. طب الامتياز هو رانك واحد، الجيد رانك ستة، الضعيف رانك تمانية، الجيد جدا رتبنا خلاص، المقبول رانك سبعة. تمام، نفس الكلام في الرانك ايه؟ في الرانك واي. تمام. طيب بعد ما جبت الرانكات اجيب الفرق ما بينهم، الديفرنس رانك اكس ناقص رانك واي اهو. هل انا محتاجة اجمع قيم العمود ده؟ لا. امال انا محتاجة اجمع ايه؟ اجمع عمود الدي تربيع. يبقى امسك كل دي هاي عندك واربحها اهو، الواحد ونص تربيعها اتنين وربع، السالب تلاتة تربيعها تسعة، وهكذا. يطلع لي السمشن الدي تربيع بكام؟ ب22، والان عندي ب8، اعوض في قانون الرو يطلع لي ايه القيمة دي؟ 0.738. مش يا باشمهندسين، ده ملخص الكلام بتاعنا. لو الجدول فيه كلام ديسكريبتيف او رانكات، فانا لو طلب مني احسب الكورليشن يبقى انا مطلوب مني ان انا احسب ايه؟ الرو. طب لو البيانات عندي عبارة عن ارقام، عندي تلات احتمالات. ممكن يقول الجدول فيه ارقام وطلب مني ان انا احسب اللينير او البيرسون، ساعتها اجيب ايه؟ احسب الار. او يطلب مني ان انا احسب الرانك كورليشن كوفيشنت او سبير مان كورليشن كوفيشنت، فانا كده احسب ايه؟ احسب الرو. طب لو ارقام وقال لي هات العلاقه وسكت، ما حددش بانهي طريقه، يبقى انا هستخدم قانون ايه؟ قانون الار. ده ملخص ايه الشابتر. مطلوب بقى من حضراتكم ان انتوا تحلوا المسالتين دول. المساله الاولانيه دي كانت جايه في الميد ترم السنه اللي فاتت، وهتاخد يعني 10 دقايق، والمسألة دي مش هتكمل 5 دقايق. هو أي سؤال أنا تحت أمركم.